انا لما انا حملت فيك، هي بقت حامل بمصباح قبلي، انا حملت فيك ولما جبنا هي جابت قبلي شهر بشهر، انا بعدها جبتك، بس لما جبت عزني وهي ما جابتش قعدت تعيط. على طيب ليش؟ بعد 7 سنين اجى هو. ها؟ ياسين بعد 7 سنين اجى. انا بتذكر لما انولد ياسين، بتذكره مزبوط زي ومحمد اجى بعد ياسين بيطلع سبع سنين. كان حملها عزيز، ما كانش تحمل اول. بدي اروح بدي اروح على الاردن واشوف كيف الحاله هناك، يعني اجى على الاردن وشاف الناس يعني زي ما تقول، اجى الله يرحمه اجى وقال يلا بدنا نحمل اواعينا، جابوا يمتها سيارات كبيره بقولها كل اولاد العيله عيلتنا يعني فيها المنطقه، قال يلا جابوا سيارات كبيرة وحملنا فيها وجابونا على الأردن. لما جابونا على الأردن نزلونا على منطقة بقى فيها محل يا رمزي، بتعرف وين الحمام؟ جسر الحمام اللي بالسيل هنا عسل هنا بهذه كلمه فنزلونا. طيب والله يرحمه حياة خالك جاب لنا خيمه، اشترى خيمه وفي ارض هناك بقى، استاجرنا الارض بالاجار وحطينا الخيمه فيها، خيمه كبيره. طب من وين كان معكم مصاري استاجرتوها بالاجار؟ من وين معكم مصاري كان لما استأجرتوها بالأجار؟ كان بقى معانا، ما احنا طالعين معنا مصاري. طلعتوا مصاريكم معكم؟ بقينا احنا طالعين، بقينا يا ماما بقى اخوالك يشتغلوا. وبقى معنا مصاري، وبقت ستك حريصة يعني، ما مش اسرد باللي بالجيب يجمد بالغيب، بقت تخبي شاطرة يعني بقى. ايامها وطلعنا ستك حطت المصاري على وسطها، عملت جيبة هيك وحطت المصاري الله يرحمه أبوي حط حزام على وسطه في مصاري وخبوها من اليهود يعني. لما الحمد لله طلعنا كان معنا مصاري، عشان هيك استأجرنا أرض وحطينا فيها خيمة. وعلى طول لقي شغل، لقي شغل واشتغل. من ايامها بقى قالوا له في مكان بلد اسمه الاسفور حدود الاردن، راح اشتغل فيها بقى هناك تربة بنزين، لقي شغل واشتغل الحمد لله، صار يشتغل عليها ويجيب مصاري. حتى كان ايامها في يقول في عنده صيادين يمرقوا على بالشفور، صيادين يصيدوا غزلان، كان لما يكونوا صيادين غزلان يعطوه خذ لك الغزال يا صبحي. وخالك لما يعطوه الغزال يجي على مطرح ما احنا ساكنين يجيب الغزال ومذبوح ومسلوخ وكل شيء يجيبه. اتقطعوا الله يرحمها العمر، الكم حياة ستك. وايام بقى ياخذوه في الفرن يبقوا يخبزوا فيه، مش النا بتعرف انت لما كان الفرن يروحوا الناس يخبزوا فيه. بعرف ابو صياح الله يرحمه ده زيه هيك. بقت ستك تصفته على الصينيه وتحط فلفل وبهار وملح عليه وترش زيت وياخذوا الله يرحمه حياه سيدك يروح يشوي لنا اياه بالفرن. ما فيش مع عندنا ثلاجة إذا زاد إيش نحطه. مزبوط. ناكل منه، وبقى ما بعرفش إيش كيف تسوي فيه عشان يصبر لثاني يوم. ملح.
لا أول يوم وثاني يوم زاكي لحم الغزلان. طب خلي حسين ما كانش يشتغل وقتها؟ خلك حسين بقى متجوز مع أولاد الله يرحمه، معروف وعارف، وعبد الرحمن بقوا معه ثلاث أولاد، لحاله بقى طلع لحاله مش معنا. مش مع لا لحالنا احنا، لحالنا هو لحاله. انت اشتغلتي بعديها؟ انا بعدها خالك وصبحي اشتغل بهدوء بالاجفور، وانا يوميت دورت على شغل مشغل خياطة اشتغلت فيه. خياطة احنا الحمد لله ما ضيقنا زي الناس، لانه كان فيش عنا عيلة، انا وامي وابوي واخوي وانا، ما فيش حدا كثير، اربعة كلنا، وقد ما نشتغل يكفيكم يكفينا. بعدين صارت وكالة الغوص يتوزع طحين يفروا على الخيام، كل الناس بخيام، يعني فيش حدا في عنده بيوت، فيش عنده حدا بيت يسكن فيه، كل اللي عنده خيمة اللي معه مصاري يشتري خيمة، يشتري خيمة وقعد، اللي ما معه يجيب عريشة، بطانية وزعوا بطانيات على الناس عشان يتغطوا، كله لصالح اليهود طبعا. سكتوهم كل صالح يلا اليهود. بس نخلي لكم اياها، خليكم قاعدين. يعطوهم مورفين. واحنا ضلينا قاعدين. بعدها لما اشتغلنا انا وخالك استاجرنا بيت